لك شو الاخبار؟ شو الاخبار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا راح يكون اول فلوج من امريكا. طبعا انا عم ابو بسام جاي يسلم على ابنه مو هنا. يقول لا طلعنا بابا ابو بسام. شنو جيرانه بابا ابو بسام ويا من قاعد؟ اللهم صل على محمد وعلى محمد. شنو هالجو هذا الزلالي؟ تفرج ناخذ فره من هناك والله بدي استكشف ذيك هناك البرنامج الكيدي. صدق كيدي يعني. شوف هنا أنا يجيني واحد يقول لي خذ لك ابني بالزراعة. يا أخي ردنا لنا 100 متر ملك. ما حد انطانا ملك، ورب ملك اللي هو رب العالمين. هنا أنا أكثر هذا المجمع قاعدين بيه عراقيين. طبعا أنا الكشخة عراقية اليوم لابس البوري. يختلف على ما يختلف. فأروح أمشيكم يم النهار. شوفوا البرنامج دين اكو اشتياق يعني من عندي اكو اشتياق اكيد 100%. سبحان الله عليكم القرآن الكريم. اذا رب العالمين خلق الارض هي الجميلة، اذا الجنة شنو؟ طبعا هنا هسه بعدها الدنيا بيها قرصة هوا. فمن تروح قرصة الهوا بابا علقت هنا. بابا من نايم بالباب؟ من نايم؟ هلا بنامق. قواك الله العزيز. شلونك؟ ولك ما سولك شيء؟ والله ما سولك شيء بابا. هذا نامق الخيم محترقة عنده هو ومرته. يعني هنا اخوان تعرفون شنو بابا؟ هذه هي الغابات الاستوائية. اسمع الكلام، هذا النهر يمد الى انهار الامازون. امازون مو موقع، الامازون هو مال ما يبقى بابا. راح نطب جوا نشوف شنو الدعوة. تابع ايش قد مدلل تجي منه. انا اسمع الهدوء هذا، راح يقومون العالم ينزلون بالبلم من الجبال، يذبهم الجبال ويجون هنا. طبعا هذا مجمع سكني. اوكي احنا ردنا نأجر بمجمع سكني، قال لي بألف دولار. وين مأجر؟ ما تقول لي هذا ب700 وقاعد بذاك المجمعات ب1000 دولار. اللي ماكو تركيز على هاي الامور يجي ويبني لنا ناطحات السحاب. المن ناطحات السحاب لتحد من أزمة السكن ولا تسوي أزمة السكن؟ ما أعرف الربط بين الشغلتين. شوف هذا تجي، هذا منه أنا الشارع داير ما دايرة يفرك. أكو لقطة قبالي لازم أشارككم إياها. هنا ذني مدللات البطاط. هذا المجمع داخل المجمع. شوفوا شو عندنا سبحة ما تتخبل. أكيد كل مجمع لازم يحطون به، مو كل مجمع قصدي، كل مجمع يحطون به هاي الألعاب على مود الترفيه للجهال، وما يحطون به مو كل مجمع به الملعب. العجيب إنه هذا غراب، والغراب يتفائلون به خير. شلون؟ أكثر من عندي بالعباس. Go this way, go other way. أذني مدللات أكثر من عندي. حج الله يساعدك. السلام عليكم. جاي نسلم ولا تحرق علينا الخيام. رحمة الله على والدك. هذا الأب مبين منه فخته. شوف شنو وياه ذني مدللات أكثر من عندي. فهمنا اللي وصلهم. وبعد التعايش وياهن اكتشفنا أنه صدق ذني مو مال واحد يأذيهن. أكيد لا 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 لا، كل شيء ماكو بيناتنا يا عباس. أغش كاني محلك أغاتي، محتاج شيء شغاتي لو خوذه. لا 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 هسه علي من الشفط. إن لو بالعراق يفيدك تشفيط كان أنت أول واحد طبيت للجدر. شايف نفسك بالجدر؟ تعرف نفسك بالجدر أنت؟ لا بس خلي خدمك. تعال نفخ لي بالجدر. شايف أنت من يحط لك بهارات العراقية الزينة؟ لا تظل بيك ريحة ولا هاي التوجهة لك والله. كمان مين هنا شكو؟ شوف هذا ببابك. يعني أنت من تقعد ببابك هنا ترجع من بابك تتمشى هنا. أوكي هذا المي أنقى من النقي. هذا مياه الثلوج، وهذا الأنهار طبعا بيها السمك، والخيام محترقة بيها جوا، وذاك أعتقد ورد الجوري اللي يعرف الورود. سبحان الله. استمراريتنا إنه نشوفكم الجولات ونشوفكم الأماكن الحلوة، وهذا المحتوى الحلو الراقي الدعوشي. نتمنى من عندك بس لايك للفيديو هيك، والقرآن الكريم ترى لا تنقص ولا تقل. أما اللي ما يعجب يتابعني طبعا، هذا هنا تقدر تزرع زرعك الخاص. زرعك الخاص تفضل اخي استاذ علاوي. هاي انت تفضل مثلا عندك هسه شنو؟
هذا شنو هذه؟ هذا اللهم صل على محمد وآل محمد. خلي افر لكم الكاميرا. هذا ريحان ما ادري الشوات اللي يعرفه خليه يقول لنا. هذا فجيل ما ادري شيني وهم يعرفوه هم يقول لنا. هاي مزرعه يطوكم من مكان يقولوا لك ازرع اللي تريده ازرع انت على مود خضار اكثر. اوكي فتجي انت شو تسوي اخي المقاتل؟ تحط السيج مالتك شقد ما تريد قطعه من القاع والمحصول يكون لك. هذا شوفه والريحه تخبل عباره عن ريحان. هذا ملعب الباسكت بول.